الخير صباح. يا اكيد نحن اليوم موجودين حتى نتعرف على موضوع كثير مهم، هي الضغوط النفسيه وكيف ما بنخليها تاثر على حياتنا. رح نشوف اراء الشارع السوري ونرجع لكم، وانتم قولوا لنا كمان كيف تتعاملوا مع الضغوط النفسيه اللي بتواجهوها يا صبايا. هلا بحاول اني اطلع من الجو هذا، بشغل حالي مع ناس كثير بحبها، بحاول اني افهم نفسي اول شيء. هلا بحاول انه ما تاثر علي، لانه كل انسان هو اللي فيه يتحكم بحاله، وكل واحد عنده هوايه بالحياه، عنده شيء يفرغ فيه طاقاته السلبيه، اللي كان رياضه، السباحه، المشي. بحاول غير يعني انه اعمل شغلات اطلع من هي الحاله، يعني روح على المسبح، اعمل رياضه، اعمل اسبوع، يعني هيك شيء. بحكيها لماما. بتفضش ضلع. فيش خلقي لماما اكثر شيء، يعني بحب انه مثلا بس تكون مزعوجه فيش خلقي لماما، فورا حاكيه برتاح. لكل حدا بيحاول يفرغ حاله بشيء، مثلا يا بروح على الرياضه، يا بقرا قصه بحبها، يا اما بعمل تاملات، مهم اني انسى الطاقه السلبيه الموجوده عندي. بحاول اطلع انه مشوار او لعند رفقاتي وغير جو. لمين بتفضفضي اذا انت مزعوجه بترتاح؟ مثلا لاختي او صديقتي او للماما مثلا. كل عام هو الواحد بده يلاقي اجباري منفذ لهذا الموضوع، والا يعني بتصير العواقب سيئه جدا. يعني احيانا بيكون انك تطلعي تمشي، انك تشغلي حالك بشغله، يعني تكون مثلا ممكن انت بتمارسيها يعني بتحبيها.